يبدو أن حروف اللغة العربية 28 وكلماتها التي تعدت الـ 12 مليون كلمة أعجزت لسان أفخاي أدرعي، يعني حتى قرر يشارك نائبته الكابتن إلا. إلا على السوشيال ميديا هي خليفة أفخاي في صناعة المحتوى المناهض لفلسطين باللغة العربية عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي وتصوير الوضع في فلسطين وغزة حسبما تريد إسرائيل للعالم أن يرى. بنفس الأسلوب والطريقة ومحاولات الاستشهاد بالأحاديث النبوية الشريفة والآيات القرآنية والأمثال الشعبية، يعني كابتن إلا وأفخاي، وتنشر مقاطع الفيديو بتهاجم فيها الفلسطينيين وبتحاول تجميل صورة إسرائيل وسعيها الدائم لنشر المحبة والسلام. نتابع. حقائق صدمة للبشرية، أيدي إرهاب دواعش حماس طالت كل القطاع، لا الدين ولا حتى ألعاب الأطفال سلمت من إيدينا الأمريكيين. داخل مدرسة بغزة تم الكشف عن لعبة للأطفال دبدوب، وبداخلها تم تحبئة سلاح للقناصين بالإضافة لذخيرة. يعني شو بدي أقول غير حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا دواعش حماس. إلا وجدت ردود فعل كتيرة لا تخلو من التهكم والسخرية تماماً، زيها زي أفخاي. كان في بعض التعليقات، منها هنبدأ مع أحمد. أحمد غرد على إكس وكتب وقال: حياتهم كلها كذب في كذب، كأن هي أو مديرها، إن كان هي أو مديرها أدرعي. كمان كان في تعليق من أبو خيري، أبو خيري أبو كامل كتب: كفاية بقى العالم كله بيضحك عليكم. كمان محمد خاطب كابتن إلا وقال لها: يعني الحقيقة إنكم خسرتم كل شيء حتى المصداقية.